ندين كل الأعمال الإرهابية التي تقوم بها كل الجهات الإرهابية، وإذا كانت حادثة حمص بالذات تخضع لهذه الأعمال الإرهابية ولهذه الجهات الإرهابية فهذا واضح من الكلام. النظام يحاول إفشال المفاوضات، ونعاهد شعبنا ونعاهدكم أنتم الحاضرون هنا أننا سنستمر في هذه العملية السياسية محاولين أن نصل إلى ما نريد، ولن نسمح لأي جهد يقوم به لتخريب هذه العملية أن يصل يعني من خلاله إلى مبتغاه. وأعود وأذكر بأننا أول وسنبقى من يحارب الإرهاب الحقيقي في سوريا، ولا يمكن لا يمكن حقيقة، عمر التحالف الدولي اليوم يقترب من 3 سنوات، لا يمكن محاربة الإرهاب بشكل فاعل وحقيقي إلا بتحقيق شيئين: أولا الانتقال السياسي العادل في سوريا، ثانيا وضع حد لهذه الدولة المارقة إيران. حقيقة ما جرى اليوم ممكن أن نعده تصفية من قبل النظام للمطلوبين دوليا لمحاكم دولية، وعلى رأسهم اللواء الذي تم قتله اليوم وهو متهم في قضية مقتل الحريري، إضافة لعدد من المعتقلين اللي كانوا موجودين في فرع أمن الدولة.